في الفرعه اللي كانت اسمها القرعه طبعا. يقول واحد من الزملاء ان رحنا، كان طبعا ذاك الوقت تذكرون جانا وقت ما تلقى لك محل فيها، ما تلقى محل من الزحمه. يقول احنا وصلنا يعني العصر، العصر يقول يوم جينا ولا مليان ناظر ولا ذاك المكان اللي افخم منه ما فيه. هلا الله والله الزين. يقول وننصه باسمك يا رحيم ونطق خيمتنا. تذكرون من اول خيمه ستة في أربعة ديك اللي يجي داخلها اخضر اخضر ولا شو اسمه. يقول نطق الخيمة ونجلس ونستانس وننبسط. يقول يوم طبعا، يقول طبعا من الفجر قايمين ماشيين وكذا. يقول يوم جت الساعة يمكن 11 11، يقول ونتسدح نبي نرقد. يقول يوم دلنا يجينا رجم حصى. يقول كل واحد منا وش يعتقد ان واحد منا يمزح، يا خلونا ننام يا خلونا ننام. تخيل ما والله مو بوقته المزح يا شباب، خلونا ننام. وهذاك يجي هذا تتعير انت ترجمنا تقول خلونا ننام. قال لا والله ما رجمت انا، ما المهم في النهايه ادركوا انهم مو هم اللي يرجمون. هنا يقول قمنا مرتاحين طبعا خلاص الان. يقول والله العظيم انه يجينا الترجيم ونحنا ناخذ الحصى ونرده نرجم. اي والله. يقول نقول بالحاف ويجي الترجيم. يقول يقول اقرب ما عندك قلبه. يقول مجالد انه وياهم الين اذن الفجر. يقول يوم اذن الفجر وتهدأ الامور ولا كأن شيء صاير. يقول شوف الحلوين يعني في الصملة. يقول يوم صلينا الفجر وشبينا على مقر على القهوة ما عاد فينا نوم، طار النوم كله ما عاد. يقول ثم تقهوينا ورجعنا ونمنا. يقول يوم جت الساعة 9 تقريبا ونقوم ونروح للي جنبنا. قلنا لهم حنا جينا لقينا المكان هذا فاضي. قال يا يقول عاد قال ذا مكانكم ذا غريب، كل من جه فيه قعد ليله ومشى. ولا ندري ليش. قال البارح صار كذا 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 كذا. قال لي والله اني اقول مكان زين. يقول حتى افكر انقله بس ما يمديني اشوفهم رايحين لا جايين غيرهم، وانتم جيتوا اليوم. يقول قعدنا فيه 15 يوم في نفس المكان، لا عاد جانا احد ولا عاد. وهذا كلام قديم شوي طبعا.